بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلميذة ميدات السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. فضل الفيديو إن شاء الله نشوفوا التمرين الرابع من تمارين درس مقارنة فيثاغورس. إذا هذا هو التمرين، نعتبر المربع ABCD بحيث AB يساوي 12 سنتيمتر، ولتكون E منتصف القطعة AB و F نقطة من الضلع BC بحيث BF تساوي 3 سنتيمتر. هذا هو الشكل. السؤال بين أن المثلث DEF قائم الزاوية. مثلث دي او اف هو مرسوم باللون الاحمر دي او اف، بغينا نبينو ان هذا المثلث قائم الزاويه. قلنا فاش كنسمعوا بين ان المثلث قائم الزاويه خصنا نستعملوا مبرهنات فيثاغورس العكسيه. اذا شنو عندنا هنايا؟ عطاونا ا بي فيها 12 سنتيمتر، او منتصف ا بي يعني هنايا 6، هنايا 6 او منتصف القطعه ا بي، يعني او كيقسم لنا القطعه الى قطعتين متقيستين. ا بي فيها 12 يعني كاين هنا 6 وهنا 6، اف نقطة من الضلع بي سي بحيث بي اف كتساوي 3 سنتيمتر، هنا عندنا 3. إذا كانت ا بي كتساوي 12 شحال غتساوي ا دي؟ هذا راه مربع، مربع جميع أضلاعه كتكون متقايسة، يعني إذا كانت هنا 12 هنا راه عندنا 12. إذا كانت هنا 3 شحال غتبقى هنايا؟ 9، لأن 9 زائد 3 تعطيني 12، هنا 12 هنا 12 هنا 12. هذا راه مربع. اذا باش نبين ان المثلث قائم الزاوية، قائم الزاويه غير خصني شحال كيساوي هذا الضلع شحال كيساوي هذا الضلع شحال كيساوي هذا الضلع، وباش نحسب هذه الاضلاع خصني عاوتاني نستعمل مبرهنات فيثاغورس مباشره، هي باش كنحسبوا الاطوال. اذا انتبهوا مزيان، نسبقوا الضلع او دي، نخدموا في هذا المثلث، نقول عاوتاني كيفاش باش المثلث قائم الزاويه. المربع جميع زواياه كتكون قائمه، يعني عندي هنا زاوية قائمة، عندي هنا زاوية قائمة، عندي هنا زاوية قائمة، وعندي حتى هنا زاوية قائمة. دائما المربع جميع زواياه كتكون قائمة. إذا نبدأ بهذا المثلث أ أ د قائم الزاوية في أ. هنا ما غاديش نعطيكم عاوتاني الحل بلي ديتاي، فقط الشرح باش نختصروا الوقت شوية. غنقولوا لدينا المثلث أ أ د قائم الزاوية في أ، إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا هاد الوتر أوس 2 كيكون قبل مع الزاوية القائمة، يعني أو دي أوس 2، هذا النت اللي بغينا نحسبو أو دي أوس 2 راه كيساوي هاد الضلع أوس 2 زائد هاد الضلع أوس 2، أ دي أو كاغي أ دي أوس 2 زائد أ أو أوس 2. ألوغ أو دي أوس 2 كتساوي شحال عطاونا في أ دي؟ أ دي فيها 12، دونك 12 أوس 2 زائد شحال عطاونا في أ أو؟ 6، دونك 6 أوس 2. إذا أو دي أوس 2 كتساوي 12 في 12 هي 144 زائد 6 و 30، إذا أو دي أوس 2 كتساوي أو دي أوس 2 هنايا 6 على 54 180، 180. الا بغينا او دي غندخلو الجدار، ولكن هنا غنقارنو باوس 2، غنقارنو او دي اوس 2 وغنشوفو اطوال الضلع واش يعني واش او دي ولا او اف ولا اف دي. اطوال ضلع اوس 2 غنقارنوه مع المجموع ديال الاخرين اوس 2، يعني غنخليوها اوس 2 ماشي مشكل. عقلوا على هادشي اللي لقينا اللي نكتبوها هنايا، او دي اوس 2 لقيناها كتساوي 180. نمشيو نشوفو او اف بنفس الطريقة، يعني بنفس الطريقة غنعاود، ولدينا المثلث كذلك يعني عارضة أخرى، ولدينا المثلث او بي اف، إلا لاحظتو قائم الزاوية في بي، غيكون الوتر هو او اف، هو هاد لا ديستونس او اف، عفوا ملي تنستعمل المصطلحات الفرنسية. إذا هنايا المسافة او اف هي الوتر، أو الضلع او اف هو الوتر. دائما غنقول او بي اف قائم الزاويه في بي، اذا حسب مرونة فيثاغورس المباشره لدينا الوتر اوس 2 يعني او اف اوس 2 او اف اوس 2، وهذا هو نيت الضلع اللي بغينا نحسبو، يساوي هاد الضلع اوس 2 زائد هاد الضلع اوس 2 او بي اوس 2 زائد بي اف اوس 2. ونمشيو نعوضو، اذا او اف اوس 2 تساوي شحال عندنا في او بي؟ 6 اوس 2 زائد بي اف 3 اوس 2، اذا او اف
وستين تساوي ستة وستين هي ستة وثلاثين، زائد ثلاثة وستين هي تسعود، تسعود زائد ستة وثلاثين شحال غتعطينا؟ أو إف وستين تساوي خمسة وربعين. إذا أو إف وستين راها كتساوي خمسة وربعين. نمسح عاوتاني هادشي. شنو باقي خاصنا؟ حسبنا هذا أو ستين، حسبنا هذا أو ستين، ونشوفو إف دي أو ستين، هاد الضلع أو ستين. إلا لاحظتوا عاوتاني هاد المثلث قائم الزاوية في سي، يعني هاد إف ديني تيكون هو الواطه. إذا غنكتبو عاوتاني عارضة أخرى، ولدينا المثلث إف سي دي قائم الزاوية في سي. إذا حسب أمور هاد الفيثاغورس المباشرة، الواطه أوس إثنان يعني إف دي أوس إثنان، إف دي أوس إثنان يساوي هاد الضلع أوس إثنان يعني إف سي أوس إثنان، زائد هاد الضلع أوس إثنان دي سي أوس إثنان. نعوض اف دي ولا دي اف بحال بحال اوس اثنان كيساوي اف سي اوس اثنان. شحال عندنا في اف سي؟ عندنا تسعود، دونك تسعود اوس اثنان زائد دي سي فيها 12، دونك 12 اوس اثنان تعطينا اف دي اوس اثنان تساوي 81 زائد 144. دونك اف دي اوس اثنان كتساوي دان 80 على 140 220 225 225. هذه اف دي اوس اثنان كتساوي 225. اف دي اوس اثنان، اذا غنكونو لقينا اف دي اوس اثنان كتساوي 225. في نظركم اش غيكون هو اطول ضلع في هذا الشيء اللي حسبناه؟ اف دي اوس اثنان 225، هذه اوس اثنان 45، هذه اوس اثنان 180، يعني اف دي غيكون هو اطول ضلع. اذا غنقارنو هذا اف دي اوس اثنان مع هذا المجموع، هذا زائد هذا. اذا اف دي اوس اثنان كتساوي 225. هذا الشيء اللي غنقول، لدينا اف دي اوس اثنان كتساوي 225، ولدينا هذا اوس اثنان او دي اوس اثنان زائد او اف أوس إثنان كتساوي 180 زائد 45 كتساوي 40 على 180 هي 220، 225، 225. ماذا تلاحظون؟ إف دي أوس إثنان اللي هو أطول ضلع كيساوي 225، وهذا المجموع كيساوي تاهو 225، يعني إف دي أوس إثنان كتساوي هذا المجموع. غنرجع للسطر. إذا إف دي أوس إثنان كتساوي أو دي أوس إثنان زائد أو إف أوس إثنان. ملي لقينا أطول ضلع في هذا المثلث، أطول ضلع عندنا هو إف دي كيساوي هذا أوس إثنان زائد هذا أوس إثنان حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية، تيقول لنا إذا كان عندنا أطول ضلع أوس إثنان كيساوي المجموع ديال الآخرين أوس إثنان، راه ذاك المثلث قائم الزاوية. فاش اف دي غيكون داك اطول ضلع غيكون هو الوتر، يعني اف دي هو الوتر. شنو هي النقطه اللي مقابله مع اف دي؟ النقطه اللي مقابله مع اف دي هي او، دونك غيكون قائم الزاويه في او. والا لاحظتوها هي كتعاود عندنا هنايا او او، دونك المثلث اف دي او اف قائم الزاويه في او، غيكون هنايا قائم الزاويه. اذا ملي كنكون لقيت هذه المتساويه كنرجع للسطر. اذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسيه فان المثلث اف ولا دي او اف قائم الزاويه في هذه النقطه اللي كتعاود. هذا الشيء اللي كاين في هذا التمرين، نتمنى يكون هذا الشيء واضح. وعدونا فيديوهات اخرى ان شاء الله. اعانكم الله.